اكفص خدمه هي هاد الايام ديال العيد فهمتي، كنجوزو عام مدخم هاد العيد هذا كنتعايبو مع الكليان بزاف، كنتعايبو فهمتي مع الاصدقاء اللي عام كامل جينا كتجمعو كتعايب معاه في هاد العيد هذا، كنعملو الساعه كاين اخر ما كيتقبلش الساعه، كتقول له الساعه ديالك ما كيجيش فيها فهمتي كيف، وهاد العيد كيقول لك الحلاقه كيكونوا فهمتي كيفاش مكبرين كذا، ما كاين لا مكبرين لا والو فهمتي، تماره ما كاين صلاه في الوقت، ما كاين خدمه في الوقت، ما كاين ماكله في الوقت، ما كاين حتى حاجه، تماره كنخدموا بالساعه، وكاين اللي كيحترم الموعد ديالو وكاين اللي ما كيحترمش الموعد ديالو، اربع ايام قبل العيد مازمه ما كانتش الخدمه، حتى كيوقع واحد ثلاث ايام عاد كيوقع الضغط، واحد سيمانه مورا العيد تكون مازمه، يعني واحد الخدمه سيمانه كتقسم لك في يومين ثلاث ايام، معروفه كاين الرزق ورزق الحمد لله ما يكذبش عليك شي واحد، الحمد لله الرزق كاين الخير ما كيتقطعش فهمت، اللي عنده هاد الصنعه ياكل ويشرب بها الحمد لله والشكر لله. فهاد العواشر هادي كيتسمى شويه الضغوط كيوقعوا علينا الكليان بحال ما كيعرفناش فهمت، ملي كتجي عنده كتقول له انا عندي الليسته كتكون عامره عندي 8 الصباح حتى غدا الصباح 8 الصباح ما يعرفكش، يقول لك انا كنجي عندك يعني كون نهار كليان دائما، حنا كاملين كيجيو عندنا كليان دائما بالحق، خصو واحد اخر خصو يفهمك فهمت، يعني حتى هو يحس بك كليان الضغط يصبر، اي واحد كيصبر يعني كيلحق احسن، اي واحد حسنو كليان ديالك ضروري تحسن له شويه التماره خصو غير الصبر وصافي. ضيع كل النشاط الاخوان ديالنا هما عاود كنسكسفوا عليهم، كاين كليان ما كيفهموناش فهمتي، ساعه ساعه كتقول مثلا باقي لي 3 4 5 شي حاجه بحال هكذا، اخوان كيقول لك انتم كتكبروا علي، انا كنتكبروا عليكم ما كنتكبر عليك الشيء ديالي مزيان معك الحمد لله، وهادشي اللي كاين عواشركم مبروكه وعيد مبارك سعيد. اسيدي هادي حنا يومين وحنا كنسينو النوبه ديالنا، ودابا كنشوفوا تبارك الله الكليان عنده، وهاد السيد هذا راه معلم ممتاز، والله عيد مبروك تعيدوا تعاودوا. كنجي عند يونس ما كاين حتى مشكل، كنشبر رونديفو بالتليفون وكنجي وكدوز اجواء مزيانه، وهادشي اللي كاين الحسنه في العيد بحال العيد بحال من غير العيد، خاص غير الانسان يكون منظم ويشبر الوقت ديالو وصافي، وعواشر مبروكه تعيدوا بالصحه والسلامه. عيدكم مبارك سعيد، تقبل الله منكم صالح الاعمال، حنا كنجيو دائما هاد الصالون هذا ديال الاخوه، حنا من الجاليه يعني من الناس جوج عام جيت المغرب مع زيد ديالي، دائما كنجيو نحسنوا على الاخوه هنايا الله يعمرها سلعه، اربع ايام وهذا شابه النوبه.